أكيد ما رح أقبل كسوري إنه حدا إن كان روسيا أو إيران إنه يفرضوا أجندتهم الخاصة علينا. بس كيف بضمن إنه إذا اتفقت مع المعارضة تكون قادرة إنه تصحح الخلل؟ قبل ما نصحح خلينا نشخص المشكلة والواقع يلي ما عاد خافين على حدا. تحت اسم دعم النظام بالمد الميليشيات الطائفية غيرت معالم البلد. أكيد حضرتك واعي على حجم التهجير وفراغ المناطق، والخطة واضحة: التقسيم وإعادة توزيع السكان حسب الأجندة الإيرانية الروسية. إذا رح يستمر السيناريو مثل ما هو هيك يا سيادة المحقق، بصير أنت كسوري بحاجة لتصريح لدخول بعض المناطق السورية وتحت إشراف ومباركة النظام. يلي صار بحمص ودمشق وريف دمشق الغربي أكبر دليل على اللي عم نقوله. هذا مو خيال، هذا واقع، وفي شواهد عليه كمان.